يقول بعض الناس يأتون عن طريق البر أو البحر ولم يحرموا من الميقات، ويذهب الواحد منهم إلى أقاربه في جدة أو غيرها ويمكث عنده 3 أيام ثم يحرم من عند قريبه أو صديقه بعد ذلك، ويتأول بفعله هذا أن 3 أيام تجعل الشخص من أهل البلد. فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا خطأ واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمن مر عليها وهو يريد الحج أو العمرة وأمره أن يحرم منها، فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ولو كان يريد الإقامة في جدة أو في أي مكان قبل أداء النسك فإنه يحرم من الميقات ويبقى بإحرامه في جدة أو غيرها ويلتزم الإحرام إلى أن يؤدي النسك الذي أحرم به. أما أنه يدخل من غير إحرام ويبقى في جدة 3 أيام وأكثر ثم يحرم من جدة، هذا خطأ، ويكون قد ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، يجب عليه أن يذبح فدية. إذا أحرم من جدة وقد تجاوز الميقات فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك فيكون عليه فدية. أما لو رجع من جدة رجع إلى الميقات واستدرك وأحرم فليس عليه شيء، فمن تنبه على خطأه ورجع إلى الميقات وأحرم منه، الميقات الذي تجاوز أحرم منه، فليس عليه شيء. أما إذا لم يرجع وأحرم من جدة فإنه يكون عليه فدية بأن يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا لأنها كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.